لو انا بسألك مين هيفوز بدوري الابطال النهارده، الريال ولا ليفربول؟ لو انت من مشجعين الريال بدون تردد هتقول ريال مدريد، خصوصا ان ده النهائي رقم 14 والريال وصل للنهائي ما بيخسرش. الحاجة التانية هي الثلاثة رومونتادا اللي عملهم ريال مدريد، بداية من باريس سان جيرمان لما خسر في فرنسا 1-0 واتأخر في النتيجة على ملعبه في البرنابيو بهدف تاني، ولكن قدر يرجع للمباراة برومونتادا تاريخية ويفوز بمجموع اللقاءين 3-2. والصورة اللي قدامك دلوقتي هتفكرك كمان. الحاجة التانية مباراة تشيلسي بعد ما تقدم الريال في انجلترا 3-0 رجع اتأخر في النتيجة 3-0 وفي آخر ربع ساعة قدر يعدل النتيجة ويصعد بفارق الأهداف، والمباراة الدراماتيكية السيتي المباراة اللي انتهت في انجلترا على ملعب الاتحاد 4-3 للسيتي، ويتأخر الريال في النتيجة للدقيقة 89 وتغيير رودريجو اللي قلبت المباراة ويفوز الريال بمجموع المباراتين ويصعد للمباراة النهائية في مواجهة ليفربول. ولو انت من مشجعين ليفربول عندك ثقة في فريقك وفي النجوم اللي موجودة فيه والأداء العالي اللي عامله ليفربول على مدار 3 مواسم، هتقول بالطبيعة ليفربول. لكن برضو نفس الصورة دي هتوقفك، هتفكر دقيقة أو دقيقتين، هو احنا حالنا ايه قدام فريق بيعمل كده؟ ولكن مباراة النهائي مباراة واحدة مفيش فيها رومنتادا، اللي هيخطف هيجري، اللي هيحرز من وجهة نظري اللي هيحرز الأول ويقدر يحافظ على ثبات مستواه والثبات الانفعالي أثناء المباراة هو اللي هيكسب اللقاء. مباراة صعبة ما بين 2 مدربين كبار، يورجن كلوب وكارلوس أنشيلوتي. هنشوف أنشيلوتي هيعمل ايه ويورجن كلوب بتعامله في اللقاء مع المنظومة بتاع ريال مدريد، المنظومة الدفاعية اللي بتعتمد على الهجمات المرتدة هتكون ايه. ولو رحنا للغة الأرقام هنلاقي الأندية الأسبانية فازت بدوري أبطال أوروبا 18 مرة، كان نصيب ريال مدريد 13 مرة منهم. أما الأندية الإنجليزية كان نصيبها 14 مرة فازوا بدوري الأبطال، رصيد ليفربول منهم 6 بطولات. كلوب واجه أنشيلوتي 6 مرات في دوري الأبطال، فاز في 2 خسر في 3 وتعادلوا مرة واحدة. وتاريخ مواجهاتهم بقى في كل الأندية أو مع كل الأندية، اتقابلوا 10 مرات، فاز كلوب ب3 مرات، أنشيلوتي فاز 4 مرات وتعادلوا 3 مرات. معلومة غريبة كده، تخيل ان كورتوا خلال الموسم ده مع الريال صد 49 تسديدة او 49 تصدي، مقارنة بأليسون بيكر خلال اخر 3 مواسم مع فريق ليفربول صد 46 تسديدة في 3 مواسم. ومن المفارقات الغريبة كده بخصوص ليفربول، عام 1977 حصل فريق ليفربول على دور الأبطال، في التوقيت ده كان فريق ريال بيتيس حاصل على كاس ملك أسبانيا. وعام 2005 اتكرر السيناريو، فاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا، برضو ريال بيتيس كان هو صاحب كاس ملك أسبانيا. في عام 2022 توج خلاص ريال بيتيس بكاس الملك في أسبانيا، فهل يكون السنة دي هي عام تتويج آخر لليفربول؟ هنشوف.